السلام عليكم. وصلنا إلى النوع الثاني من أنواع السبريد سبكترم، اللي هو الدايركت سيكونس سبريد سبكترم، بعد ما شرحنا الفريكونسي هوبينج سبريد سبكترم. في هذا النوع من أنواع السبريد سبكترم، اللي هو نشر الطيف الترددي، كل بت من البتات في البيانات الأصلية يتم تمثيلها بمجموعة من البتات في الإشارة المرسلة، بحيث أنه هنا راح يكون السبريد أو نشر الطيف الترددي، أو يعني لا، ما راح يكون عبارة عن قفز بين الترددات، وإنما راح يكون عبارة عن توسيع لنفس البتات الأصلية، يعني بتحويل كل بت من البيانات الأصلية إلى مجموعة بتات في البيانات المرسلة. Spreading code spreads signal across a wider frequency band. طبعا يعني مثل ما ذكرنا، يعني هو نشر الـ أو كودة النشر راح يساهم لنا في نشر هذه الإشارة المرسلة إلى طيف ترددي أكبر. Spread is direct proportional to the number of bits used. طبعا يعني نشر الإشارة أو توسيعها راح يعتمد بشكل مباشر على عدد البتات المستخدمة لكل واحد من البتات الأصلية. One technique combining the digital information stream with the spread code باستخدام الـ exclusive OR. يعني ربما يبدو هذا الأمر صعبا جدا، إلا أنه يمكن تمثيله بشكل بسيط باستخدام الـ exclusive OR، اللي هي أحد البوابات المنطقية. هنا نلاحظ إذا كانت عندنا الـ data input هذه هي 0101 وهكذا، locally generated pseudo random number، هذه مثل ما ذكرنا أيضا يعني أرقام عشوائية يتم توليدها محليا. الإشارة المرسلة هي فقط عبارة عن exclusive OR ما بين الإشارة الأصلية والـ random number generated، اللي هي الأرقام العشوائية المولدة محليا. مجرد أنه نعمل exclusive OR راح يتم توسيع أو عمل spread للإشارات، بحيث أنه كل واحدة من الإشارات الأصلية أو كل بت من البتات البيانات الأصلية راح يكون عبارة عن مجموعة من البتات في الإشارة المرسلة. بعد ذلك الإشارة المستلمة أيضا يعني نقوم بعمل لها يعني exclusive OR مرة أخرى، أيضا مع سلسلة pseudo number generator generated، يعني عبارة عن مجموعة من البتات التي يتم توليدها عشوائيا محليا في جهة الريسيفر، واللي هي مثل ما تلاحظ تكون يفترض أنه تكون نفسها الموجودة أو التي يتم توليدها في جهة الترانسميتر، بحيث أنه الإشارة نعمل لها exclusive OR مع البيانات العشوائية، ثم بعد ذلك يعني الإشارة المستلمة أيضا نعمل لها exclusive OR مرة أخرى، بحيث نستطيع استرجاع البيانات الأصلية، الإشارة الأصلية في جهة الاستلام. هنا أيضا نستخدم ما يسمى بالباينري فيز شيفت كينج، اللي هو أيضا يعني multiple phase shift keying signals، كل واحدة منها راح تكون عبارة عن أي دي أوف تي كوساين 2 باي أف سي تي. السي أوف تي هنا الإشارة مالتنا اللي راح نستخدمها للسبريدنج للنشر، هي عبارة عن سلسلة أصفار ووحدات، وراح نعبر عنها بلس 1 وماينس 1، يعني سالب واحد وموجب واحد، يعني كأنه إشارة رقمية. فعند ضربها سويا يعني الـ A D of T في الـ C of T في الـ cosine 2 pi f c t راح تنتج عندنا الإشارة اللي يعني نقوم بإرسالها في جهة الإرسال. الـ A طبعا الـ amplitude يعني مقدار الإشارة، الـ f c اللي هو الـ carrier frequency تردد الإشارة الحاملة، الـ D of T اللي هو الـ discrete function اللي هم plus 1 و minus 1. At the receiver the incoming signal is multiplied by C of T، يعني أيضا في جهة الاستقبال الإشارة الواصلة أيضا نقوم بضربها بالـ C of T مرة أخرى، يعني سي اوف تي في السي اوف تي تساوي لنا واحد، وبالتالي الانكمينج سيجنال از ريكفرد، يعني وبالتالي الاشاره الواصله نستطيع استرجاعها اللي هي نفس الاشاره المرسله. هنا ايضا نلاحظ التركيب الدي اس 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 في جهه الترانسميتر والريسيفر، لاحظ انه هي يعني اقل تعقيدا من اللي موجوده في الفريكونسي هوبينج سبريد سبيكترم. مجرد انه عندنا البيانات الرقميه او الباينري داتا نسوي لها موديوليشن ونسوي لها عمليه ضرب مع السودو نويز راندوم نمبر جنريتر ويتم ارسالها. في الجهه المستلمه يعني ايضا البيانات الواصله ايضا نضربها براندوم نمبر جنريتر اللي هو مثل ما ذكرنا هو الاكسكلوزيف اور اللي هي احد الامثله يعني، وتنتج عندنا بعد ذلك الاشاره اللي نعملها دي موديوليشن اللي هو الغاء التضمين، فتنتج الاشاره الاصليه اللي ارسلناها في جهه الارسال. البيرفورمانس كونسيدريشنز، يعني مثل ما ذكرنا الهدف من السبريد سبيكترم هو نشر او توسيع الباند ويث للاشاره المرسله، فاذا كانت الاشاره المرسله هذا الباند ويث الخاص بها ومن سالب واحد على تي الى الواحد على تي، وكانت الاشاره السبيكترم اوف سودو نويز سيجنال، الاشاره اللي هي عباره عن الراندوم نمبر اللي هي او سودو نويز اللي يتم توليدها من قبل اللوكال اوسيليتر، بعد ذلك عندما نقوم بعملية الاكسكلوزيف اور او الموديوليشن او الكونفوليوشن بين هذين الاشارتين، الاشارة الناتجة راح تكون قدام هاي الشكل اللي هو من سالب واحد على تي زائد واحد على تي سي، يعني حاصل جمع هذه زائد هذه في السالب، وايضا حاصل جمع هذه زائد هذه في جهة الموجب، فبالتالي راح تكون عندنا يعني حصلنا على السبريد اللي هو نشر او توسيع للنطاق الترددي للاشارة المرسلة.
النوع الآخر اللي هو يسمونه الكود ديفيجن مالتيبل اكسس، اللي هو الوصول المتعدد باستخدام الكود ديفيجن، يعني اللي هي تشفير الإشارات. البرنسبل، الهدف أو المبدأ الأساسي لهذا الكود ديفيجن مالتيبل اكسس، أنه إذا كانت عندنا الداتا ريت، معدل نقل البيانات، هو دي، وقمنا بتقسيم كل واحد من البتات إلى كي تشيبس، يعني كي من الشرائح، وبحيث أنه كل شريحة هي عبارة عن فيكست يوزر سبيسيفيك فيكست باترن، نمط يتم تحديده من قبل المستخدم، فإن الشيب داتا ريت راح يكون هو عبارة عن كي دي، يعني إذا كانت الداتا ريت هو دي، وكل واحدة من البتات راح نقسمها إلى كي من الشيبس، فراح يكون عندنا الشيبس الشيب داتا ريت هو عبارة عن كي دي، حاصل ضرب الكي من الشيبس في ال دي. كمثال عليها أيضا، ممكن إنه إذا كانت عندنا الكي تساوي 6، فالكود سيكونس اوف 1 وسالب 1، اذا كانت الواحد مثلا راح نقوم بارسال هذه C1 C2 C3 C4 C5 C6، واذا كانت صفر راح نكون سالب C1 سالب C2 سالب C3 وهكذا. الريسيفر راح يعرف بانه السندر قد ارسل الاشاره، فيقوم بعمليه الديكودينج اللي هي فك التشفير، بمجرد انه يضرب كل واحده من الدي، يعني D1 في C1 D2 C2 D3 C3 وهكذا، بحيث انه تنتج عندنا الريسيفد تشيب وهذه السندر كود، يعني مجرد انه يقوم بضربها مره اخرى بنفسها، فتنتج عندنا الاشاره الاصليه اللي تم ارسالها. هنا ايضا عندنا انفد امثله على الكود ديفيجن مالتيبل اكسس، اذا كانت اليوزر كود هي 1 سالب 1 سالب 1 1 سالب 1 1، الاشارات اللي راح ترسل للواحد هي هذه، وللسالب 1 هذه اللي هي عكسها تماما. بالنسبه للبي ايضا، اذا كانت هذه الاشاره واردنا ان نرسل قيمه الواحد، هذه هي في جهه الريسيفر، راح نستطيع معرفه الواحد اذا كانت عندنا 6 يتم تحويلها الى الواحد، والسالب 6 يتم تحويلها الى الصفر، بعد انه نجمع كل القيم لكل واحده منتهن. اما بالنسبه لليوزر بي، فاذا يعني استلم واحد يعرف انه قيمته واحد، اما اذا استلم صفر فهو معناته هذه unwanted signal ignored، يعني هذه اشاره غير مرغوبه فيتم اهمالها. نفس الشيء هو هنا تم التعبير عنه، D1 يتم ضربها بهذه الاشاره cosine 2 باي اف سي تي، بعد ذلك يتم ضربها بالC1 ويتم ارسالها هذه بالانتنه، D2 ونفس الحاله D3 D4 الى DN، هذه كلها يتم استلامها، يعني طبعا مع وجود نويز في جهه الاستلام، وايضا راح هذه الاشاره يتم ضربها مره اخرى في C1 لانتاج D1، ويتم ضربها في C2 لانتاج D2، ضربها في C3 لانتاج D3 وهكذا، يعني هكذا يتم ايجاد الاشاره مره اخرى في جهه الاستلام. كاتيجوريز اوف سبريدنج سيكونسز، يعني انواع النشر للاشارات، مثل ما ذكرنا اكو عندنا عده انواع، ممكن أن تكون سودو نمبر راندوم او راندوم نمبر جنريتد سيكونس، او قد تكون اورثوغونال كودز اللي هي الكودات العموديه على بعضها البعض الاخر. بالنسبه للفريكونسي هوبينج سبريد سبيكترم، ممكن أن تكون سودو نمبر اغلب الاحيان. بالنسبه لل دي اس 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 سيستمز از نوت employing code division multiple access، ايضا راح تستخدم السودو نود سودو نويز راندوم نمبرز. بالنسبه للدايركت سيكونس سبريد سبيكترم اللي تستخدم الكود ديفيجن مالتيبل اكسس، راح تكون كلاهما يعني ممكنه، فهذه ايضا ممكن ان تكون مقارنه بين انواع السبريدنج الموجوده في كل واحده من انواع السبريد سبيكترم. بالنسبه للسودو نويز راندوم نمبر جنريتد سيكونسز، عاده الجنريتر بروديوسز بيريودك سيكونس ذات ابيرز تو بي راندوم، يعني المولد هذه الارقام العشوائيه يقوم بانتاج سلاسل دوريه تبدو كانها عشوائيه، الا انها هي ليست عشوائيه. السيكونسز هذه generated by an algorithm using initial seed، يتم توليدها من قبل خوارزمية باستخدام فد بذرة أولية. Sequences isn't statistically random but will pass many tests of randomness. هذه السيكونس اللي راح يتم توليدها هي ليست عشوائية إحصائيا، إلا أنها تستطيع تجاوز الكثير من الاختبارات العشوائية، أي أنه يعني هي عشوائية إلى حد كبير ولكنها ليست عشوائية من ناحية إحصائية. Sequences referred to as pseudo number, pseudo random numbers or pseudo noise sequences. هذه الأسماء كلاهما يعني لهذه ال PN sequences. ما لم نعرف الخوارزمية ونعرف السيد، فمن المستحيل يعني التنبؤ بهذه السيكونس، يعني يجب أن يكون كل من الخوارزمية، خوارزمية توليد الأرقام العشوائية، والسيد اللي هو البذرة المستخدمة في الترانسميتر أيضا معروفة في جهة الريسيفر، لكي نستطيع بعد ذلك معرفتها، وإلا يكون هذا الشيء مستحيل. الفوائد الرئيسيه للسودو نويز راندوم نمبرز انه هي يونيفورم ديستريبيوتد، موزعه بشكل منتظم، فيها خاصيه البالانس الموازنه، خاصيه التنفيذ، الاندبندنس اللي هي مستقله عن بعضها البعض الاخر، كورليشن بروبرتي خاصيه الاتساق او التناسق فيما بينها،
والـ unpredictability، يعني إذا مثل ما ذكرنا إذا لم نعرف الخوارزمية والسيد الخاص بها فمن المستحيل معرفة النتائج الموجودة في طرف الاستقبال. أيضا يعني لتنفيذ هذا الشيء هناك الكثير من الطرق، بعضها أو واحدة منها يسموها linear feedback shift register implementation، هذا أيضا يستخدم لتوليد الـ random numbers أو pseudo noise. تلاحظ أنه هنا هذا هو عبارة عن 1 bit shift register، هذه هي عبارة عن multiply circuit، وهذه عبارة عن exclusive OR. فالإشارات اللي تيجي عندنا أيضا راح تدخل إلى سلسلة من هذه العمليات، بحيث أنه هذه الـ A0 تدخل هنا الـ A1 الـ A2 إلى الـ AN، كل واحدة منتين يعني تخضع إلى عملية ضرب وعملية exclusive OR، ثم بعد ذلك تنتج عندنا البيز اللي هي الـ output، يعني هاي الـ A0 الـ A1 وهكذا، تنتج عندنا بعد ذلك الـ B1 B2 إلى آخره الـ output. هذه يسمونه الـ binary linear feedback shift register sequence generator، واللي هذا يعني ببساطة هذا هو التعبير عنه. هنا اكو عندنا الانبوت ويدخل هنا ويعني يدخل في كل هذا الشفت ريجستر. For any given size of هذا الشفت ريجستر number of different unique M sequences can be generated by using different values or coefficients. طبعا يعني اذا يعني هناك احجام مختلفة لهذا الشفت ريجستر، وفي كل مرة نستطيع انتاج number of different unique M sequences، يعني سلاسل فريدة من نوعها ومتعددة، وتعتمد على الكوفيشنتس القيم اللي نقوم بإدخالها لهذا الشفت ريجستر. يعتبر هو جنريتر بولينوميال يستخدم هذه المعادلة للتوليد. Find the sequence generated by the corresponding by taking the reciprocal of the polynomial، يعني المعادلة المستخدمة البولينوميال هي متعددة الحدود، يعني x تربيع زائد x زائد 1 مثلا تعتبر بولينوميال. هذه البولينوميال تستخدم في التوليد، راح نقوم بأخذ الريسبروكال اللي هو المعكوس أو المقلوب الخاص بها في جهة الاستلام، لكي نعرف يعني لكي نستطيع استرجاع البيانات في الجهة الأخرى. بقية المكونات لهذا الموضوع إن شاء الله راح نتحدث عنها في المحاضرة القادمة، فخليكم ويانا. شكرا جزيلا ومع السلامة.